وننتقل مشاهدينا إلى هذا النبأ العاجل الذي وردنا الآن، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذلك الاستماع لآرائهم، مهنئا إياهم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. هذا وتضمنت جولة الرئيس السيسي تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات، هذا إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسى الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.